وبركاته. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى. كاملين لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى بانكم تكونوا في حاله جيده ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم واحد الكيكه المول العجيب. مقادير جد بسيطه متوفره دائما، وغنبداو على بركه الله. المول انا عندي غير صغير، يعني 23 سنتيم. والمقادير عندي هنايا دانون ياغورت بنكهه الليمون يعني الحامض، نصف كاس السكر حبيبات غير مملوء، نفس الكاس انا عبر به الزيت، زيت المائده. عندي بيكن باودر من وزن 7 غرام، عندي فانيليا، قبيصه د الملحه، بيضه واحده، و7 معالق الطحين. الطحين على حسب الخليط، مهم انا عندي هنا 7 معالق الطحين. وغنبداو على بركه الله. اول حاجه غنعملو البيضه ديالنا هي الاولى. بسم الله. غنعمل السكر وغنعمل الفانيليا، غنخلط هاد العناصر غير بالطراب اليدوي، من بعد نعملو الطراب الكهربائي. غير شوية غنعمل ياغورت بنكهة الليمون أو الحامض، كنخلطو شوية غير شوية على حسب، حنا عاد غنطربوه بالطراب الكهربائي، يعني غير كينسجم مع الخليط وصافي. دابا غنعبر الزيت، الزيت كما قلتلكم نصف كأس الزيت، حيت عندي المول غير صغير. كيف كتشوفوا نصف كأس الزيت، يعني ما عمرش الكأس. كنخلط مزيان هاد العناصر باش ملي غنعمل الطحين ونعمل الخميره بيكن باودر والملحه، عاد غنضرب بشويه بالطراب الكهربائي ونعملها في هذا في الفرن. دابا غنجيب الطحين، اول حاجه غنعمل هاد الملحه، ملحه غير شويه. دابا غنعمل هاد الطحين، الطحين عندي هنايا 7 معالق، غنبقى نعمل شويه شويه وغنشوف. صافي غنحط، غنخلط وغنشوف شحال يتهزو. كيف كتشوفوا على حسب المول غير صغير، يعني ما عندناش الطحين بزاف. نزيد شويه، عندي في الخميره بيكن باودر عندي حتى هي منخوله او مغربله، على هذا الشكل هذا. غنزيد غير شويه د الطحين، صافي. ومن بعد غنعبر المعالق اللي شاطولي، ونعطيكم العبر مضبوط شحال المعالق اللي استعملت هنايا في هذا الكيك المول العجيب. بالنسبه للمول الصغير ما كنهضرش على المول الكبير، بالنسبه للمول الصغير وهاد المقادير هادو اللي عطيتكم عندي مجربه ومعوده، يعني ما نقدرش نعمل معكم شي حاجه اللي ما انا ما جربتهاش واللي انا ما كنستعملهاش. غنزيد شويه الطحين، صافي. بغيت هاد القوام هذا كيف كتشوفوا. دابا غنضربها شويه بالطراب الكهربائي ونرجع معكم على حسب الصوت، هاد الشكل هذا. من بعد ما طحنت الخليطه ديالي، دابا عندهن هاد المول، غنعمل شويه د الزيت غير شويه كيف كتشوفوا هيدا. وغندهنوا هاد المول كامل بهاد، غندهنوا هاد المول كامل يعني بالجناب ديالو كاملين باش ما يتلصقش معانا نهائيا، باش ما تلصقناش كيكه
يعني على هذه الطريقه هذه من احسن انكم تستعملوا هاد البروتشا باش هي اللي كتاكد لكم بانها راه دخل هاد الزيت يعني في هاد الشقاق كاملين على هاد الشكل هذا ومن بعد غنجيب شويه د الطحين اختياري يعني كل واحد ولكن ضروري يعني هاد العمليه هذه باش باش الكيك ديالنا ما يلتصقش معانا على هذا الشكل هذا. من بعد ما لبسنا مزيان الطحين نلمول كيف كتشوفوا على هذه الطريقه هذه دابا غنجيب الخليط وغنعملو في المول كيف كتشوفوا الخليط تحصلنا عليه على هذا الشكل هذا يعني كيبقى الخليط الكيكه يكون متوسط يعني ماشي خفيف وماشي ثقيل دائما كنكبو في الوسط هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا الخليط يعني منسجم مزيان على هاد الشكل هذا كنضربوه شويه في على سطح العمل غير باش كيشبر لنا القوام ديالو المهم على هاد الشكل هذا دابا نحطو في الفران يطيب مده ربع ساعه ما كديش بزاف فران عندي متوسط الحراره يعني على 150 درجه عن طيبه غير من تحت ما نشعلهاش من فوق ونتلقى بكم من دابا شويه دابا من بعد ما عملت الكيكه ديالي في الفران جيت نعمل معكم الكريمه اللي غنعمروا بها المول العجيب ديالنا عندي هنايا كاس د الحليب عندي هنايا واحد فلان فلان عندي بنكهه الموز يعني بغيت نجيبه بد الحامض ولكن ما جبرتش المهم عندي نكهه الموز غنعمل معلقه د السكر غير معلقه وحده وغنعمل معلقه د النشا يعني نشا الذره اول حاجه غنعمل الحليب وغنخلط كل شيء مع بعض غنعمل هاد فلان غنعمل معلقه معلقه د النشا غنعمل معلقه السكر والسكر كيبقى اختياري يعني كل واحد يعمل الذوق ديالو غنعمل غير معلقه وحده عند السكر هادو هما المقادير ديال الكريمه اللي غنحتاج حيتاش انا المول عندي صغير يعني كافياني هذه يعني انا وعطيتكم غير العبار اللي كنعمل دائما المول ديالي واللي عندي فيه المقادير مضبوطه وتعملوها بلا تخوف بلا حتى شي حاجه بهاد المراحل بطبيعه الحال كنخلطو مزيان غنعملها فوق النار تتوجد ومن بعد نكمل معاكم وها هي الكيكه اللي خرجنا من الفران نتوما كتشوفوا وجدت غنخليها دابا شويه على بيض معنقلبه يعني في الطبسيل باش نعمل لها كريمه وهذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا من بعد ما خرجت على هذا الشكل هذا انا غنقلبها في الطبسيل ونرجع معكم والطحين كيف قبل ما ننسى كيف ما قلت لكم انا عملت في الاناء كنت عملت 7 معالق الطحين قلت لكم ومن بعد فاش عبرته دابا بالمعلقه النيت اللي عبرت بها في الاول جبات عندي هنا 4 معالق يعني 3 معالق اللي دخلت لي ضد الطحين في هذا المول العجيب 3 معالق من بعد ما وجدت الكريمه غنعمل معها هذه المعلقه الصغيره ديال الزبده وغنخلط مزيان وعاد غنعملها فوق الكيكه ديالنا على هذا الشكل هذا باش كتدخل ديك الزبده في هاد الكريمه حيتاش الزبده هي اللي كتعطينا ديك اللمعان وسبحان الله يعني كتلذذ هاد الكريمه والمول راه ضروري انكم تعملوا له هاد الطريقه هذه باش ما كيلصق لكم شي باش ملي كتهبط الكيكه كتهبط معوضه على هاد الشكل هذا المهم راكم نتوما كتعرفوا تبارك الله المهم غير كنصيحه وصافي لهاد الشكل هذا المهم انا غنستعمل هاد الطريقه هذه ومنكبها في الطبسيل
من بعد ما كديت الكريمه على الكيك ديالنا خليته يرتاح مده 10 دقائق فقط غير باش تبرنا الكريم ديالنا مزيان. وغنبدا نزوق على هذه الطريقه هذه بالفريسه. والزواق دائما كما كتعرفوا يعني كل واحد يزوق باش ما بغى والذوق اللي بغى والطريقه اللي بغى وديك الشيء اللي متوفر عنده على هذا الشكل هذا. كنتمنى بان الشكل انه يعجبكم. كتوجد دغيا هاد الكيكه وصراحه كيبغيوها وليداتنا على هذا الشكل هذا. هذه هي النتيجه النهائيه اللي تحصلنا عليها من بعد ما كملنا الكيك ديالنا يعني المول العجيب على هذا الشكل هذا. زوقتو على هذا الشكل هذا والزوق دائما كيبقى اختياري وكل واحد كيعمل داكشي اللي بغى وداكشي اللي متوفر عنده. كنتمنى ان شاء الله يا ربي ان هذا المحتوى ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تنساونيش في الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم إلى الفيديو القادم إن شاء الله.